مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. لازلنا على جد مقربة محكمة استئناف في الموضوع ديال تهامي بلناني. آخر مستجدات بعد الجلسة غنشوفوها مع المعنية بشكل مباشر، هي الأم وكذلك أخت ليلى اللي هي مستشارة القانونية في الموضوع. أم الله يفرج عليك يا ربي، آخر مستجدات اللي كانت عندكم في المحكمة اليوم شنو اللي كاين؟ السلام عليكم. المستجدات اللي كانت اليوم هي كانوا عندنا جوج ديال الجلسات في الصباح ديال الرشداء وفي العشيه ديال القصر اللي كيمشيو في نهار واحد. بالنسبه للرشداء كانت واحد النوع ديال المناقشه اللي تم فيها الادلاء بالوثائق اللي كنا مدينا المحكمه بهم نهار الجمعه، تعطاو للهيئه وتعطاو للساده المحامون وكذلك ومثال بالنسبه للقاصر حتى هو مدينا التكييف ومدينا التدخل الارادي ديال الاطراف والترجمه ديال والتدخل الارادي ديال الابناء ديالي. هذا ما كاين في هذه الجلسه. انا غادي نخرج على الموضوع وغنناقش معك الموضوع انسانيا بشكل كبير، والشق القانوني غنشوفه معاه. الاهتمام ديال المغاربه الملف ديال الابن ديالك اكتسح العالميه بشكل كبير. الاحساس ديالك كأم التي تناضل بشتى الطرق المشروعه والقانونيه من اجل تبيان الحقيقه، ناضلتي من 2007 وحنا في 2022 ولا زلتي كتقاومي من اجل في هذا الموضوع، وسمحتي في المجال ديالك اللي انت بطبيعه الحال استاذه ديال الدوله. نعم. في التعليم سمحتي كما قلتي في السبوره والطباشير من اجل الابن ديالك. نعم. كيفاش كتشوفي الامور حنا في 2022؟ اولا كنشكر المغاربه قاطبه اللي ساندوني وداروا جاو عندي المحكمه وداروا وقفه تضامنيه واخا بسيطه الحمد لله عليها. على اي حال كي 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 يبرهنوا على التضامن ديالهم وخارج الوطن وداخل الوطن. وبالنسبه لقضيه النضال ديالي انا وخليت الخدمه ديالي، شوف هي 15 عام هي الدوي، هي تتكلم، هي تقول كاين نزاهه 15 عام، تقول كاين خبرات 15 عام، تقول كاين ان 15 عام، تقول كاين ايادي خفيه 15 عام، تقول كذا وكذا 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 15 عام. تكفي سؤال بدون جواب، بالعكس عنده جواب ديال كيفاش هادشي داز 15 عام وباقي لحد الان باقي ما صبناش وباقي كنصبوا العراقيل، حنا كنطلبوا الخبره هما تيقولوا ما ديروش الخبره. علاش هاد الناس ما بغيتوش ديروا الخبره؟ علاش الطرف الدفاع د الاخرين تيقول لك الخبره ما تكونش؟ ما هو بيت القصيد في هاد الخبره اللي ما تكونش؟ علاش الخبره ما تكونش؟ الوغ كل خبره انا كتبان ليا هي المفتاح الاخير. من بعد ما ماشي كنت كندق في البيبان، كنت كنفرع في البيبان، اي باب دقت فيها حتى الجمعيات يا ما ناديت ويا ما نددت بالجمعيات ولا جمعيه وحده حتى لدابا حنا نوضوا نديروا المشاكل. انا اللي بغى يركب على الموجه والله يعاونه، واللي بغى انا مهم انا كنقلب على حاجه وحده، ولدي فين هو؟ صافي. السؤال الاخير اللي عندي معاك وكنعطيك عليه لقب انا شخصيا كنعطيه لك انت، هو ملكه الاحساس. هاد الملف اي احساس وضعتي فيه انت تيكون النتيجه ديالو كما توقعتيها. مشيتي وشفتي الجثة وفي النظره الاولى قلتي الاحساس الروحي غائب، ومن بعد تحال الدرك الملكي متخصصين في الامور العلميه في هذا الشق والنتيجه ديالك كانت صائبه. لا زلتي تتمشي في هذا الملف بالاحساس. الاحساس ديالك دابا في هذا الملف، واش كتشوفي خطوات ايجابيه باش يتفك لغز هذا الملف؟ تفضلي. احساس عندي جد مقنع. شكون هو؟ انني غادي نتوصل شتي الملف ديال التهامي غادي يتسد وغنعرفوا شنو فيه. باش حيت علاقتي مع سيدي ربي الحبل قصير بيني وبين الله، كنعيط غير ربي تنقول يا ربي سخر لي جنود خفاء، يا ربي رطب قلب هذوك الناس، يا ربي رطب لسانهم، يا ربي دير شي مخرج باش نعرف حقيقه ولدي. ما بغيت نظلم حد، ما بغيتش نتظلم. هذا هو النفس اللي عندي لقائي مع ربي، من غيره كذاب، من غيره كذاب. انا هذا هو الحبل اللي عندي مع ربي، والقانون خليته للاخرين، ودائما سيدي ربي تيكون تيدير 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 خدمته. الله يفرج عليك يا ربي. يا ربي وشكرا لك. مشاهدينا الكرام، فيديو السابق درجته مع المستشارة القانونية في الموضوع كما تبعتوا معنا،
وحنا الان كنشوف على جد مقربه مني استاذه المحاميه في الملف لاول مره غادي نتناول معانا القصه. استاذه الراي ديالك في الملف في الاطار القانوني ديالو في شقين، المسطرة كيفاش شفتيها ونوعية الملاحظات المستجدة الحالية الآن في الموضوع؟ تفضلي. الأستاذة زينب الخيار محامية بهذا البيضاء بادئا دوبل تنقدم التعازي الحارة لهيئة المحامون على الصعيد المغربي وعلى الصعيد العربي، لأنه كان الأمين العام ديال المحامون العرب وكان إنسان الله يرحمه، لأن هذاك الشيء راه شفنا عليه كي كان راجل طيب 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 طيب، كيستمع الكبير الصغير، كي عنده واحد موسوعه قانونيه اللي حنا فقدناها وفقدناها، وان شاء الله راه ما كنظنش انا غادي يجي شي واحد في ذاك المستوى ديال الاستاذ وعجلين الله يرحمه. وكنتمنى لاولاده راهم جوج محامين يكملوا الرساله ديال الوالد ديالهم، والله يرحم باهم، والله يسعد بالجنه، الله يعطيه الجنه ان شاء الله، جنه الفردوس، لان شو الدنيا شو الاخره، حنا كنشهدوا به وكنعترفوا به على عاون جميع الزملاء الصغير والكبير، والله يرحمه ويوسع عليه. استاذ بو عشرين من جهه بدات القانون خلى اجيال تتلمذ على يديه اساتذه كبار في الشق القانوني، ويعتبر من المشرعين تبارك الله عليه كمحلل في القانون. نرجعوا لقلب الموضوع التهامي بناني. الملف اللي كتشوفيه استاذه انت المسطره ديالو القانونيه، نوعيه الملاحظات اللي عندك فيها من الاول والان، المستجدات الجديده اللي كاينه، وكذلك دور المغاربه بقوه الاهتمام بهذا الملف، كيفاش كتشوفي الاطار القانوني في الملف؟ انا دابا كان باطار قانوني في الملف، كان ما موضحش بادئا دوبا، لان ما يمكنش من 2007 حتى 2019 عندنا تعطى الخبره على الهواتف كيقولوا ماتوا حنا، ومع ذلك حنا هذيك ماتوا حنا ما عرفناهاش، دار لنا القاضي الخبره الجينيه، الخبره الجينيه عرفنا ما تعطيش، مع ذلك مشينا بدون استدعاء، ما استدعوناش، مشينا طوعنا مشينا داروا الخبره، شفنا ما شفنا، جات نتائج بان ديك الخبره الجينيه راه مرض، يعني ان احنا عارفين احنا اللي غادي نطريق الصواب. والحمد لله اليوم دازت جلسه، كنشكروا بزاف الهيئه والقاضي مشكور في هذا المجلس، لان لاحظنا بان مشى معنا في المسار ديالنا ولبى لنا الطلبات ديالنا وغادي معنا دقه دقه، راه ان شاء الله غنوصلوا للحقيقه، لان الحقيقه ماشي حنا غنقولوا هذوك الدراري راه متهمين، ما كنقولوش راه قاتلين، ما كنقولوش راه حنا كنقولوا مختفيين، حيت باش ما نظلموهمش وصلت الحقيقه على الاقل دوك الدراري يخرجوا، ما يمكنش حنا نظلموا شي واحد، خاص حضر جميع الاطراف باش يمكن لنا نشرعوا في الموضوع. من بعد غنطلبوا الخبره على الهواتف ديال لجميع الناس باش نعرفوا اللي داير، حيت حنا ماشي ما نظلموش الناس، حنا كنبغوا على الظالم، خاص على الظالم وعلى المظلوم، لكن حنا بغينا احقاق الحق وتحقيق العداله. انت استاذه كمحاميه لك الحق في الاطار القانوني انك انت اللي كتواصلي بطبيعه الحال سواء مع جميع في المراحل ديال التقاضي، سواء نسيت قاضي التحقيق الجلسه وما الى ذلك. هناك جثه تثبتت انه طلعت بنت، وقعت الخطوات المتبعه في هذا الاطار كامل من اجل الوصول للهدف الاسمى في الموضوع اللي هو تبين الحقيقه وتبين الجثه. شنو درتي استاذه انت في هذا الموضوع؟ الموضوع ديال الجثه ديال الجثه انه بنت جوتة. وكان اذا سمحتي لي كان الاحساس ديالها قبل من التسجيل من النظره الاولى قالت يغيب الاحساس الروحي بيني وبين هذه الجثه. والتحليل ديالها كان صائب ملي خرجت النتيجه من الدارك. الاطار القانوني يا استاذه كيفاش شفتيه انت في خطوات اخرى؟ الاطار القانوني ان خاصنا من ما تقبلتش خبره على حنا ما كنا متقن ما تادي بينا والو الخبره الجينيه، حنا كنا ديما كنقولوا الخبره على الهواتف، ودابا حنا الحمد لله حنا تحققنا الغايه ديالنا، وراه السيد القاضي مشكور راه وصل معنا الخبره على الهواتف، غدار الخبره على الهواتف، لان ما مشوش بعيد راه دقه دقه، هاد الملف راه صبرنا به سميتو 16 عام، راه يمكن لنا نصبر مازال ما بقاش بين قد ما فات. الحمد لله. شكرا لك، الله يرزقكم الصبر في عملاق المحاماة الأستاذ بوعشرين الله يوليه برحمة الله. مشاهدينا الكرام بقى عندي شق أخير هو الإطار القانوني فيما يخص الأستاذة ليلى اللي هي مستشارة في هذا الموضوع. السؤال اللي ما جاوبتنيش عليه الأستاذة أنا كنحيلو لك بشكل مباشر، تكلمي لي على هذيك الجثة باش هذه الأم لك طب الله تعالى القلب ديالها يبرد.
فيما يخص الجثه كان تم الاستخراج ديالها بناء على حكم تمهيدي قضائي صادر عن الهيئه الموقره وتم تنفيذه، وكان الحضور ديال السيده حياه العالمي والدفاع ديالها، وفعلا تم استخراج هذه الجثه وتم نقلها الى المختبر واجريت عليها الخبره وتمت المقارنه ما بين الحمض النووي لسيده حياه العالمي وابنها والجثه المستخرجه في ذلك الوقت، وثبت انها لامراه ولانثى. وحنا كنشوفوا بان القرار ديال السيد رئيس الهيئه انذاك بامره باستخراج هذه الجثه والقول بان هناك خمسه جثث كان حكيما، لانه اتاح الفرصه الى مثلا الطعن في تلك الخبره، وعلى اساس انه اذا تم الطعن فيها فيمكن اللجوء الى الجمجمه، لان كل جسد له جمجمه خاصه ويمكن اعمال تقنيه اعاده تاسيس الجمجمه، وهي تقنيه تقام في المغرب وتقام بالخارج ايضا. فاذا دائما حنا كنلقاو بان كتكون واحد الثغرات اللي اي شخص يمكن له يمشي منها. فيما وقع فيما يخص الملف الرشداء اليوم، حنا وضعنا واحد طلبات ديالنا السيده حياه العالمي الى الهيئه المقره، وكان لابد ان يطلعوا عليهم الشق الاخر، الجانب الاخر يطلع على هاد الطلبات اللي درنا، من ضمنهم الخبره وترجمه الخبره، لان خصنا نعرفوا بان ترجمه الخبره اجباريه، لان القانون في المغرب كياخذ بالوثائق باللغه العربيه، وعندنا الفصل 206 من قانون المستهلك، فيجب ترجمه هذه الخبره وامداد الهيئه بها، ثم ترجمه ثم وضع المستنتجات بعد الخبره. فعلا قمنا بوضع المستنتجات بعد الخبره وايضا حطيناهم، ولكن الشق الجانب الاساسي اللي كان عندنا في هذه الملف هي المطالبه الهيئه باعاده تكييف القضيه وادخال الاطراف، لان كانت الاطراف غير مدخلين في الدعوه، فهذوك الاطراف ادينا عليهم المصاريف القضائيه وحطينا طلبات. وشنو الجديد بالنسبه للملف ديال القاصرين؟ هو انه ناخذوا من الشق من الجانب ديال الرشداء بعض الوثائق اللي خصنا نحطوهم عند الملف ديال القاصرين. وكذلك علاش؟ لان القاضي المكلف بالقضيه هي قضيه واحده، لكن تم فصل الاشخاص نظرا لتغيير الغرف. القاصر يحاكم في غرفه القاصرين والرشداء يحاكمون في المحكمه القاصرين، لكن قاضي لابد ان يطلع عليه على المذكرات معا، سواء القاصر او سواء الرشداء. انا رجع لي استاذ تال هذا السؤال مهم. نعم. سؤال جواب باش نقرب الصوره. مجموعه من الزملاء كينتظروا حتى هما. نعم. غادي يشوفوا في الموضوع. نعم. اذا كان ممكن شحال ديال الجثث اللي تم الان تشافوا طلبوا ماشي ديال بناني؟ لا، جثه وحده كانت ماموره، كانت الامر كاين في ما كاينش شي اجراء اخر انه تشوف. حنا ما عندناش الحق، حيت هذا كيتسمى امر ملزم، يعني لا بد من تنفيذه، فتم تنفيذه. الا كان شي حد بغى يطعن فيه راه المحكمه امامه، حنايا المهم شينا نفذناه وجبنا المستنتجات بعد الخبره وكنتظروا الجواب ديال الخصوم. كيبان لي الاستاذه عندها شي اضافه في الموضوع. بالنسبه للجثث ان كان القبر 440 على حسب القرار اللي خرج به قاضي الموضوع مشكورا، بان ذاك القبر فيه خمسه جثث، فاذا بهم خرجوا جثه وحده ماشي خمسه جثث. هذا من الناحيه القانونيه، لان ما نفذوش التعليمات، لانهم قالوا لنا بان خمسه الجثث قينا وحده، اذا هذاك الشيء كان كله ما واضحش. استاذه شكرا لك، الله يفرج عليك يا ربي توصلي النتيجه. استاذه شكرا لك مشاهدينا الكرام اللي تنور الراي العام اكثر في الموضوع. ملف تامي بناني، ملف بين مد وجزر، الإطار القانوني وكذلك الشق الإنساني والتضامن القوي المغاربة في الموضوع في المغرب وخارج المغرب. سوف نبقى متتبعين لهذه القضية وسوف نوافيكم دائما بالجديد مشاهدينا الكرام. تعليق المواطن. شكرا لكم.